عدل زميل حسن جدة تقريرا حول الاحتفالات بالذكرى ميلادي خير البشرية وخاتم الأنبياء والمرسلين في عدد من الزوايا والمساجد في العاصمة أنجمينا. لا زالت أصوات المدائح النبوية تشيع في المساجد هنا في العاصمة أنجمينا وكذا مختلف أقاليم البلاد، ذلك احتفالا بذكرى ميلاد سيد المرسلين. فهنا بحارة أنجالي ووسط أجواء أمنية مشددة من قبل اللجان الشعبية المختصة بحماية المساجد، احتفلت زاوية الشيخ نصر يوسف لتحفيظ القرآن الكريم وعلومه احتفالا جاءت تحت شعار وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بدأ الحفل بآية من ذكر الله الحكيم، تلا ذلك خطاب اللجنة المنظمة للحفل الذي قدمه الدكتور محمد الخير نصر يوسف، ومن ثم تأقبت الكلمات التي تجسد أخلاق وصفات الحبيب المصطفى ككلمة بعثة الأزهر الشريف وإمام المسجد فضيلة الشيخ محمد الأمين نصر يوسف، إلى جانب خطاب المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الذي ألقاه الأمين العام للمجلس فضيلة الشيخ عبد الداعم عبد الله أسمان. وفي الشأن ذاته فقد احتفلت رابطة شباب السلام للتنمية والتعايش السلمي، احتضن فعالياتها مسجد أبينا إبراهيم، وقد تضمن برنامج الاحتفال عقب الافتتاح بالقرآن الكريم سلسلة من المدائح النبوية التي تجسد شمائل وصفات سيد المرسلين صلوات ربي وسلامه عليه. من ثم جاءت الكلمات تبعا، بدءا بكلمة اللجنة التنظيمية التي قدمها محمد طاهر إدريس وكلمة بعثة الأزهر الشريف، إلى جانب الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الذي تحدث عن أهمية الاحتفال بهذه الذكرى. جميعهم لسان حالهم يا صاحب الميلاد أنت شفيعنا يا خير مبعوث وخير إمام. كما أحيت المندوبية الفرعية للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالدائرة الأولى احتفالا بذكرى ميلاد المصطفى ترأسه مندوب المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالدائرة الأولى فضيلة الشيخ الكوني محمد حسن موسى بحضور عدد من المدعوين. وبعد المداخلات والفقرات المدائحية نشد الكوني محمد حسن موسى جميع المسلمين على اتباع منهج النبي العظم والسعي إلى معرفة شمائله وصفته الحميدة والإكثار من الصلاة عليه. إذن بهذا التقرير حول الاحتفال بذكرى ميلاد محمد صلى الله عليه وسلم نصل وإياكم إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية العربية التي قدمناها لكم من العاصمة أنجمينا. أشكركم على طيب الانتباه والمتابعة، نلقاكم دمتم في أمان الله، إلى اللقاء.